الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا الله سبحانه وتعالى اكرمنا وجيت على اسطنبول في رحلة علاج، فالله سبحانه وتعالى اكرمني وقابلت اخويا زكريا، اخونا زكريا مسيحي، والان الحمد لله رب العالمين دخل الاسلام، صلى معنا الجمعة وبعد صلاة الجمعة اعتنق الاسلام. حابين بس نسمع من اخونا هيك زكريا، يعني كيف الله سبحانه وتعالى شرح صدره للاسلام بالمختصر ان شاء الله باذن الله. تفضل يا شيخ. والله انا جيت لهون على تركيا لسبب العلاج، يعني بسبب علاج اسناني. فاللي حصل انه انا جيت بتاريخ 8 الشهر على ميدان السلطان احمد، فدخلت الحمامات وطلعت. لما طلعت بعد 5 دقائق انا تذكرت اني انا معلق شنتايتي بالحمامات، وجايت عليهم ما لقيتها، لا لقيت الشنتاي ولا لقيت شيء. انسرقت. فيها التلفون والجوازي وكل شيء عندي. تمام. فيوم يوم الاحد بيوم 9 الشهر رحت على تقسيم الكنيسه، دخلت على الكنيسه قابلت القس، كلمته انه انا هيك هيك صار معي وما املك اي شيء يعني، فرفضوا مساعدتي بشكل كامل. رفضوا مساعدتك؟ نعم. مع انه انت وضحت لهم ان انت مسيحي و... نعم انا مسيحي من القدس الشرقية، من القدس القديمة، من كنيسة القيامة، مسيحي ارثوذكسي. نعم. فالاحد نفس النهار اجيت بالليل في هون هذا الجامع صغير هون، دخلت عليه كانت صلاة مغرب، فكنت بطلع عليهم انه كيف يصلي، فخلصوا الصلاة طلعوا اجوا الشاب جلس جنبي قال السلام عليكم، قلت له اهلين، قال يا اخي تحية الاسلام هي وعليكم السلام، قلت له انا ماني مسلم انا مسيحي، فقال طيب ممكن نقعد انا وانت برا بالكافيه او كذا وهي 5 دقائق. يعني انا بصراحة اول شيء شفت لانه انا بعرف ان المسلمين ارهابية وان المسلمين وكمان سعودي يعني وهابي. سبحان الله. فالمهم طلعت قعدت انا وياه في غانا كافيه اسمه نادو، جلس يحدثني عن الاسلام وعن العمر وعن الصحابة وعن هذاك، ولكن انا كلامه كان يدخل من وين يخرج من وين، كلامه كان يدخل من وين يخرج من وين، انا كان بدي اياه انه يقوم مني. سبحان الله. لانه ما بكره شيء اسمه مسلمين. انت كنت تكره شيء؟ مسلمين. تمام. فبعد ما خلصنا قال لي شو اللي صاير معك؟ هو سألني شو صاير معك؟ قلت له انا قصد وعدني انا ضيعت حقيبتي وهيك هيك صار فيه. فقال لي بسيطة. قلت له شو هو البسيطة يعني؟ انا عم اقول لك راحت حقيبتي وراحت كل شيء فيني وقلت له بسيطة. قال لي بسيطة. فاخذني الزلمة على اوتيل اللي انا اول ما نزلت فيه. هتكمل لي حجز دفع 3 ايام. الله. 1500 ليرة. ما تعرفوا هذا الشاب؟ ما بعرفه. رجع اعطاني النوب 1500 قال لي خليها بجيبك مصروف. فقال لي تلفونك راح؟ قلت له نعم. فقال لي بكرة الساعة 5 المساء بين 5 و6 اشوفك بنفس الجامع اللي شفتك فيه. فالزلمة ثاني يوم رحت انا بالاوتيل قعدت. فبالليل صرت فكر اقول انه يعني كيف مسلم يساعد مسيحي؟ وانا سالته هذا السؤال قلت له انت مسلم انا مسيحي؟ قال لي والله شوف انت كنت مسلم مسيحي ولا مسلم ولا شو ما كنت، هاي بينك وبين ربك، انا ربي امرني اني بساعدك بساعد المحتاج، وهاي انا ربي ساعدتك فقط ما له علاقه بديانتك. فبالليل قلت يا رب اذا كان الاسلام ينفع اعطيني علامه ما شاء الله. فوالله نمت وجاني شخص بالمنام لحيه سوداء يلبس عمامه خضراء ضخم ما شاء الله، فقال لي يا زكريا الله واحد الله واحد الله واحد الله يفلح معك. لما فقت من النوم كيف لما انت تدخل على الحمام وتصب على حالك جسمك كله مي انا فتحت يا الله جسمي عاري صب عرق مو طبيعي. فاستنيت لثاني يوم اجى هذا الشخص فعلا اجى على الموعد جاب لي هذا التلفون ما شاء الله بدون مقابل بدون مقابل بدون كل شيء. قال لي انا عندي تلفونين ولكن هذا عندي تلفون وهذا تلفون، قال لي انا فرمت لك اياه وكل شيء وهذا الشاحن معه وحطيت لك بي سي من الكرت. والله العظيم
فقال لي ولكن هو ما هو التلفون الفخم. فقلت له يا أخي الحمد لله الله يجزيك الخير. فالحمد لله ظليت على تواصل مع هذا الشخص وصار يحدثني، فكمان جاب لي كتب قصص القرآن، رياض الصالحين، السيرة النبوية، حياة عمر، العميس النبوية. فجاب لي كتب وقال لي اقرأ وشوف، يعني تفكر بعقلك وشوف الإسلام دين حق ولا لا. فالحمد لله اليوم 21 شهر يوم الجمعة بالجامعة السلطان أحمد بعد الصلاة الجمعة 21/7 طبعا 2023. الحمد لله نطقت الشهادة ما شاء الله طبعا. الحمد لله. بس بدي أسألك أنا سؤال، إيش شعورك الآن أول ما يعني قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد؟ كيف أنك أنت تكون حيط، يعني طير أو عصفور أو إشي قفص، فأنت فتحت له طار. الله أنا نفس العملية، أنا كنت 38 سنة عمري، أنا متولد 15/1/85، 38 سنة عمري حياتي ما حسيت بالراحة النفسية اللي أنا حسيت فيها، عايش بكآبة بخنقة، مع إنه كل شيء متوفر، مع إنه متوفر الخمرة، متوفر النساء، متوفر الكبريهات كله، ولكن تفضل عندك خنقة. يا الله. أنا اليوم بعد الشهادة حسيت إنه راحة نفسية عمري ما حسيت. سبحان الله، أسأل الله أن الله يشرح صدرك للإسلام كمان وكمان. طب إيش نصيحتك يعني للي بيشوف الفيديو هذا؟ والله النصيحة إنه يفكرون، لا يأخذون الكلام القسيسين ولا الرهبان ولا وعلى فكرة أنا راح أقول شغلة، القسيسين ولا الرهبان هاي يعرفون حق اليقين إنه محمد رسول وإنه الإسلام حق، ولكن الكبر إحنا اللي يمنعنا. الله اللي يعملنا هو الكبر. شو كانوا يدرسوكم عن الإسلام؟ كانوا يدرسون إنه المسلمين إرهابيين، إن المسلمين يقتلون، إن المسلمين يذبحون. قلت لي أنت تعفل وجههم في التراب. إنه خمس مرات يمرون وجوههم في التراب، إنه يسجدون لصندوق أسود. لا حول ولا قوة. لكن للأسف يعني الآن شعورك لما سجدت لله توي في أول صلاة لك في صلاة الجمعة؟ يعني الشعور ما فيك توصفه. سبحان الله. ما فيك توصفه، وأنا والله ولا بحكيها إنه لو والله لو أملك 100 روح بهاللحظة والله أقدمها في سبيل أظهار حقيقة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. والله يعني دين حق. سبحان الله. ساعات قليلة أقدم روحه في سبيل الله. في سبيل انه يظهر انه الاسلام دين حق، هذا ايش والله يعني طيب. الله يبارك فيك يا زكريا، اسال الله ان الله سبحانه وتعالى يعني يعوضك على خير على فقدت هيك. لا انت فقدت مال لكن وجدت اسلام، هذه نعمه كبيره يعني. بعد ما اسلمت انا هلا كنت جالس معكم اكل وانا بجيب انا اكل معك، انا راح فكري لشغله، قلت سبحان الله يعني ربي جابني لهالمكان هذا مشان أضيع الحقيبة، مشان أروح على الكنيسة، الكنيسة ما تساعدني، مشان أرجع على المسجد، مشان يلتقي بهذا الشخص، ليكون هذا الشخص هو السبب. ما شاء الله، يعني إحنا نوصل سلامنا إلى الشخص هذا الشاب السعودي، الله يتقبل منه إن شاء الله، إن شاء الله ميزان حسناته، وأنت أخونا وإحنا نفتخر فيك ونفتخر في أمثالك والله في دين الإسلام، أسأل الله أن الله يتقبل منه ومنك صالح الأعمال إن شاء الله، وبارك الله فيك.